قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولو سئل لماذا نصت عائشة رضي الله عنها على هذه الحال في قوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى، فالجواب عن هذا أن تنصيصها رضي الله عنها في مثل هذه الحال وهي حالة الاحتضار يدل على أن هذا الأمر المذكور من المحكم الذي لم ينسخ، فمات عليه الصلاة والسلام وهذا الحكم باق. هكذا أفاده ابن حجر رحمه الله في الفتح.